هيئة التراث تعلن عن إطلاق الفعاليات التراثية الثانية في جدة اللي راح تبدأ 16 نوفمبر. الفعاليات تبرز جهود المملكة في الحفاظ على التراث وإبراز العمق الحضاري ورفع الوعي بتاريخ التراث الثقافي. وتضم الفعالية عدة مناطق وهي الآثار والتراث غير المادي والتراث العمراني والقصة التاريخية وأجنحة الحرف اليدوية وجناح هيئة التراث ومواقع التراث العالمي المسجلة باليونسكو.